الانتصار له هذا الموسم بميدان بعد الفوز على مولود طهران، وهذا حد لسلسلة النتائج السلبية أمام فريق عنيد اسمه اتحاد بسكرة. أمين بالقدوري حضر المباراة وأرسل إلينا هذا التقرير. بنية تحقيق الانتصار الثاني وتدارك تعثرات بداية الموسم، استقبل ترجي مستغانم اتحاد بسكرة الباحث عن العودة بنتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب العام. الزوار كانوا سباقين في الهجوم عن طريق هذه التسديدة بواسطة بن زيد. رد فعل أصحاب الأرض كان أكثر فاعلية بعد ركنية عوجان التي استغلها حثالة مفتتحا باب التسجيل عند الدقيقة 20. هدف حرر لاعبي الترجي الذين وصلوا هجماتهم عن طريق الكرات الثابتة التي كان وراءها قائد الفريق عدادي، لكنها وجدت الحارس ملالة بالمرصاد، ليأتي بعدها عمل ثنائي بين صيام وحثلة، التوزيع لتامر لكن ملالة يواصل التألق، لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم المحليين بهدف وحيد دون رد. الشوط الثاني دخله الاتحاد مبادرا في الهجوم بغية تعديل النتيجة، معتمدا على التوغل من الأجنحة وتسديدة ملال لكن دون جدوى، فيما اعتمد الترجي على الهجمات المرتدة عن طريق عوجان من أجل إضافة الهدف الثاني. أخطر محاولة في هذا الشوط كانت بواسطة هجمة معاكسة لاتحاد بسكرة، لكن كرة داداش أنقذها هنان ببراعة، لتنتهي هذه المواجهة بتحقيق الترجي الفوز الثاني له ورفع الرصيد إلى 7 نقاط، بينما تكبد اتحاد بسكرة الهزيمة الثانية ليتجمد رصيده عند النقطة 8. مباراة كانت ب6 نقاط بكل بساطة جاب. نعم، خاصة بالنسبة لترجي مستغانم، لأنه ترجي مستغانم